الثقافات الغربية بتكون الأمنية شيء مكتوب، وكان مثال في نافورة تريفي بإيطاليا بيقف الشخص بيقول الأمنية بتاعته وبيرميها في النافورة لعل وعسى إن هي تتحقق. إحنا موجودين النهاردة في وسط البلد علشان نعرف المصريين نفسهم في إيه في عام 2015، ولكن هناخد أمنياتهم ونرميها على بورد إم بي سي مصر. نفسك في 2015؟ أنا نفسي ربنا يقدرني وأجوز الأربع بنات. نفسي كل مصري يتبرع ولو بجنيه المستشفى 57 تاج 57. نفسي الناس كلها تركب عجل. أنا نفسي أتجوز في 2015. نفسي البلد يتصلح حالها. أنا نفسي عيالي يكبروا ويعيشوا في مستوى أحسن من اللي أنا فيه. خلال ساعة ونص من وقفتنا في المكان ده قدرنا ان احنا نطلع تقريبا 200 امنية من مختلف الفئات العمرية، وده اللي ممكن يخلينا نطلع بنتيجة شبه مصغرة عن اللي بيتمناه المصريين في 2015. انتهينا من حصر وجمع 193 مشترك شاركوا معانا النهارده في استطلاع رأي نفسك في 2015. في المرتبة الأولى جت دعوات وتمنيات بصلاح حال البلد بنسبة 35%، في المرتبة الثانية كان في حاجتين بيطلبوهم هي الأمن بنسبة 20% ودعوات شخصية بنسبة 20%، في المرتبة الثالثة كان في برضه حاجتين وهي طلب الزواج وطلب الحصول على فرصة عمل مناسبة. بكده نكون وصلنا لنتيجة مصغرة في الشارع المصري وإيه اللي بيتمناه المصريين في 2015.